الحقيقة أيضا في ختام حفل التأبين أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن إطلاق اسم الراحل تيسير الهواري على القاعة الكبرى بفرع أو بمقر التجمع الخامس، كما تم منح اسمه قلادة النادي الأهلي الذهبية وتسلمتها عائلته الكريمة. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم وزي ما سمعتوا محمد تيسير الهواري هو بيتكلم عن والده، كل كلمة قالها الأستاذ محمد هي كلمة صادقة ومن القلب. هو لا ينعي والده ولا يتكلم عن والده، هو بيتكلم عن محب للنادي الأهلي وأسطورة ورمز كبير جدا جدا من أساطير النادي الأهلي. هتقول لي يا عمي الأساطير دول لا مش في الكرة بس، صدقوني مثل هؤلاء الرجال الله يرحمه كان له دور كبير جدا جدا. وزي ما قال الأستاذ إبراهيم المعلم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وواحد من الرموز الكبيرة أيضا، قال ان الحاج تيسير الهواري كان عمود من اعمده النادي الاهلي، وبالفعل يظل دائما اسمه موجود ويظل دائما من العشاق والمحبين والمخلصين للنادي الاهلي. الحقيقه برضو عايز اقول يعني انتقل من حفل التأبين الى واحد كلنا بنحبه كلنا بنعشقه، مش عشان هو رئيس النادي الاهلي ولكن لانه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب سواء داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي بيظل دائما اسطوره للجيل بتاعي وللجيل اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي، اسطوره باحترامه بادبه باخلاقه، اسطوره لانه رجل كل المواقف الصعبه تجده دائما بيتخذ القرارات المناسبه للنادي الاهلي عندما اصبح رئيسا للنادي الاهلي، لا ينظر لمصلحته. في بعض الاوقات كانت الجمهور بيهاجم مجلس اداره النادي الاهلي ولكن بعد فتره يجد أن القرارات اللي تم اتخاذها بتكون صحيحة، وبالتالي كابتن محمود الخطيب دايما لا ينظر لشيء إلا لمصلحة النادي الأهلي. وصدقوني الكلام ده أنا مش بقوله علشان كابتن خطيب هو رئيس النادي الأهلي ولا حاجة، ولكن هذه هي الحقيقة. هذا الرجل يستحق مننا كل التقدير. هذا الرجل في أوقات كتيرة جدا جدا كان يقدر يروح يقعد في البيت ويستريح، ولكن حبه وعشقه للنادي الأهلي خلاه يعني في أوقات كتيرة أنا مش مسموح لي أن أنا أتكلم في هذه الأمور، مش مسموح لي منه هو شخصيا أن أنا أتكلم في أمور تعبه اللي كانت بيبقى تعبان قد إيه وبينزل يروح النادي، تعبان قد إيه في مواقف كثيرة جدا، ولكن كان لازم يبقى موجود في النادي عشان يتخذ القرارات المهمة ومعاه مجلس إدارة محترم. كل سنة وأنت طيب يا كابتن محمود، ودايما في إنجازات وبطولات ودايما تفضل في وسطنا ودايما بنحبك ودايما تفضل رجل عظيم ورائع. النهارده كابتن محمود قرر العوده للقاهره للمشاركه في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري تحديدا يوم عيد ميلاد الكابتن محمود. قرر ان هو يقطع رحله علاجه عشان يرجع تقديرا لمسيره هذا الرجل وهذا الراحل العظيم. الحقيقه على مدار العمل حاجات كتيره على مدار سنوات ظل خلالها داعما ومساندا في كل المواقف، كان نموذج في حب واخلاص النادي الاهلي الحقيقه الحاج تيسير الهواري، وايضا انكار الذات وشاءت الظروف الصحيه. لو تفتكروا لما توفى الحاج تيسير كان الكابتن محمود في رحله علاج طويله في فرنسا، يعني هو توفى الصبح، فطبعا الكابتن محمود ما عرفش يجي فلم يتمكن من المشاركه في العزاء او في الدفنه، وبالتالي كان حريص رئيس النادي الاهلي على العوده للقاهره النهارده للمشاركه في حفل التأبين والذي دعت اليه قيادات النادي الاهلي وحكمائه تقديرا لقيمه وقامه هذا الرجل المحترم الكبير الله يرحمه الحاج تيسير الهواري وما قدمه للنادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود، ويعني احنا عاملين حاجه بسيطه جدا يعني مش هنقدر نعمل اكتر من كده الحقيقه نظرا لظروف كتيره جدا، ولكن اللي بقوله لحضراتكم ان كابتن محمود الخطيب هيظل دائما محفور في قلوبنا لانه واحد ايضا من العظماء والاساطير، ربنا يديله الصحه والعمر.